وداخل قصر من أفخم وأكبر وأجمل القصور ظاهريا، لكن جواه عكس اللي براه. رحت للدكتورة يا هانم؟ أيوة رحت، ويا ريت تتكلم معايا بطريقة عدل. ما أنا بتكلم عدل. هو فاطمة هانم، ولا أنت عاوزاني أقف لحضرتك مخصوص وأتكلم وأنا عاملك تعظيم سلام؟ قلت لك اتكلم معايا كويس يا قاسم بدل ما بلغ بابي والموضوع يكبر. هو أنت نسيتي نفسك ولا إيه؟ ومتجوزة مين وأكون أنا مين؟ وابن مين في البلد؟ لا عارفة كويس ومش ناسية يا ابن الشاذلي. يبقى كمان المفروض ما تنسيش إننا محتاجين ولي العهد لعيلة الشاذلي، ولا عاوزة العيلة تقف محلك سر لحد عندي؟ مفيش حاجة في إيديا أقدر أقدمها دكتورة، ورحت أعمل إيه تاني؟ ومع نهاية كلمتها بيدخل الشاذلي الكبير وبيقول: ما تعمليش حاجة يا بنتي، لأنه كله بأمر الله، ومهما انتوا الاتنين استعجلتم حاجة مش هتيجي إلا بأمره سبحانه، فكله مقدر ومكتوب وليه ميعاد. أنا عاوز بس أذكركم إن انتوا ما تستعجلوش حاجة قبل أوانها، طالما لسه ربنا ما أردش بوجودها. عليكم بس بالدعاء، ادعوا إن الحاجة اللي هتيجي دي تكون خير ليكم، والأكتر من ده إن انتوا الاتنين تصلحوا اللي ما بينكم، لأن خايف لا قدر الله لو استمرتوا على الشكل ده ممكن يحصل اللي انتوا الاتنين مش هتتمنوه. وتعدي 5 سنين ويفضل الحال ما بين فاطمة وقاسم زي ما هو، أما الجد الكبير الشاذلي بيروح وبيقابل وجه كريم وبيتولد ولي العهد الجديد اللي أخيرا جه على شوق، وبيدخل قاسم بفرحة شديدة عشان يشيل ابنه الأول. بس أول ما بيدخل بيتفاجأ من منظرهم، فبيقرب أكتر وبيبص في وشه فبيعرف إيه سبب اللي هما فيه. إيه ده؟ هو إيه اللي عنده ده؟ ده حضرتك حالة نادرة. حالة نادرة؟ يعني إيه حالة نادرة؟ حضرتك اللي عند ابنك ده حاجة ما نعرفش إيه تشخيصها. يعني إيه؟ يعني عاوزة تفهمين إن ولي عهد عيلة الشاذلي اللي هيشيل اسمه يكون بالشكل ده؟ حضرتك ده قضاء ربنا عز وجل وقدره، وكل واحد بياخد نصيبه في الدنيا ديت، وده حكمة من عند ربنا عز وجل ما نعرفش إيه سببها. وطبعا مش بعيد عن ربنا عز وجل إن يخفف يوم الأيام، لأن وما ذلك على الله بعزيز. وتمر أيام وسنين، وتحديدا 13 سنة. كان بطلنا سلمان قاسم الشاذلي في غرفته المظلمة وحيد، ما بيطلعش منها من سنين، سارح بأفكاره في العالم الصغير بتاعه في حدود أركان أوضته، وبيقطع أفكاره صوت حد بيدخل من الباب من غير ما يخبط عليه. الأكل أهو، عاوز حاجة تانية؟ مش عاوز منك حاجة، بس بعد كده خبطي على الباب. ليه؟ هو أنا لو خبطت هتقوم تفتحلي؟ اطلعي بره. هو إيه؟ تعمل خير تلاقي حد بيعلي صوته عليك؟ بقولك اطلعي بره. ماشي اديني طالعة. وتحت في المطبخ بعد ما نزلت: وديت يا بنتي الأكل لسلمان بيه؟ سلمان بيه؟ بقى الواد ده يتقال له يا سلمان بيه؟ عيب يا بنتي لما تتكلمي بالشكل ده على ابن الراجل اللي احنا بسببه بناكل عيش في البيت ده. ده عيل لسانه فلت منه، هو مش شايف نفسه ولا ايه؟ ده محدش بيقدر يجي جنبه ولا يلمسه. بس لسانك ما يطولش عليه، هو اللي فيه ده مش بايديه، وبعد كده ما تطلعلوش تاني طالما هتطولي لسانك معاه بالشكل ده. كانت بتكمل كلامها معاها بس بتسمع صوت بتتفاجئ منه: يا نهار ابيض، دي حور. فبتطلع تجري من مكانها. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ انا انت ما بترديش ليه؟ انا بكلمك. وهنا بتظهر الخاله هنادي وبتقف قدامها: دي حور يا سعاده البيه، بنت حسناء الله يرحمها. احنا استاذنا الست هنا عشان ما عندهاش حد ولا مكان تروح فيه ان هي تفضل هنا معانا. طب خليها تبعد من هنا وتعمل اللي تعمله ده فوق، عشان جايلي ضيوف دلوقتي. ماشي يا باشا، حاضر. اطلعي يا حبيبتي فوق كملي الحاجه ديت، بس اوعاكي تدخلي الاوضه الاخيره اللي على الشمال. فهمتي يا بنتي؟ حاضر يا خاله، فهمت. طلعت حور وسمعت كلام الخاله هنادي، وكانت بتوظف في المكان، بس بتتفاجئ بصوت حد تعبان طالع من الاوضه الاخيره اللي نبهتها ان هي ما تجيش جنبها. طب وبعدين اعمل ايه دلوقتي؟ ده اللي جوه ده شكله تعبان خالص، وعقبال ما انزل تحت وانادي حد هيكون تعب اكتر كمان. مشت خطوتين قرب الباب بتاعه وقالت لنفسها: لا بلاش ادخل، انا اسمع كلام الخاله. وبالفعل رجعت تاني، بس وقفت فجأة وقالت:
بس ماما دايما كانت بتعلمني اني ملاقيش حد محتاج مساعدة الا وامد ايدي ليه، عشان كده انا خلاص قررت. ومع نهاية كلمتها طلعت تجري جوه الأوضة اللي اول ما فتحتها اتفاجئت بيه. قربت منه وطبطبت عليه وهو كمان اتفاجئ، لان دي اول مرة حد يجي جنبه من سنين. على مهلك، الف سلام عليك. ابعدي عني، ابعدي عني، ما تلمسنيش ولا تقربي مني. ليه بس كده؟ انا عاوز اساعدك. انا مش عاوز حد يساعدني، انا هقوم لوحدي. مش هتعرف تقوم لوحدك، شكلك تعبان، انا هساعدك. بقولك ما تلمسنيش. ما سمعتش حور كلامه وشالته من مكانه. نزليني، نزليني بقولك. مش هنزلك الا لما تبطل حركة. مش هبطل الا لما تنزليني الاول. جت تنزله على السرير، بس من كتر فرفصته نزل قعد بالشقلوب. اما هي ما قدرتش تمسك نفسها عليه من الضحك. ايه الهباب اللي انت عملتيه ده؟ هباب؟ ده انت الفاظك سكر قوي وانت شربات قوي. قربت منه وقعدت جنبه وقالت له، هو انت اسمك ايه؟ ما يخصكيش. كانت بتبص له بكل حب ومتقبله كل حاجه منه، لانه بيفكرها باخوها اللي راح اللي كانت بتحبه وكان شبهه، فحست بنفس الاحساس من ناحيته. انت بتبصي لي كده ليه؟ اصلك بتفكرني بحد اعرفه. طب روحي ناجي على حد يجيب لي اللبس عشان عاوز استحمى. انا هساعدك. لا مش عاوزك تيجي جنبي، انا هروح لوحدي. روح انت ناجي حد يجيب لي اللبس. نزل وهو بيحاول يمشي ناحية التويلت عشان يروح يستحمى وهو بيسند على الحيطة. اما حور ما قدرتش تشوف منظره بالشكل ده، عشان كده وللمرة التانية شالته تاني. انت بتعملي ايه؟ وبعدين معاكي؟ اسكت خالص، هدخلك وحضلك المية عشان تستحمى. ابعدي عني اللي دماغك طايرة منك. مش هبعد، لقد حان وقت الاستحمام. حضرت له المية وقعد في البانيو، بس أول ما قعد ما طلعش نفس، لأنه حس براحة ما حسهاش من زمان بسبب المية الدافية اللي كانت دايما بتتحضر له ساقعة، وكمان عشان بقاله أكتر من شهر ما استحماش. أما حور كانت بتدور ليه على لبس في الدولاب الصغير، بس بتاخد بالها من الحاجات اللي موجودة على جسمه، فبتقرب منه وبتقوله، هي الحاجات دي بتتعبك؟ سلمان بهدوء، شوية. وكمل باستفسار، هو انت مش خايفة؟ خايفة؟ وخوف من ايه؟ انك تتعدي يعني زي ما هما فاكرين. بالعكس، ده انت. انا ايه؟ صعبت عليكي؟ حور لنفسها، ايوه صعبت عليا، بس كملت وقالت له عشان ما تحسسهوش بحاجة، مين اللي يصعب على مين؟ ده انت عامل فيا عمايل بيضا من ساعة ما قابلتك. ابتسم ابتسامة خفيفة، لأن دي أول مرة حد يتعامل معاه بالشكل ده وبالتلقائية ديت. وحور خدت بالها من ابتسامته وقالت له، أنت ابتسمت، أنا شفتك بعناية الجوز دول. واضح إن أنت مش بتشوفي كويس، يلا اطلعي عشان عاوزة استحمى. تمام، هستناك بره، ولما تخلص ناديني عشان أرجعك الأوضة. وشوية وخرج سلمان وسندته حور، بس أول ما حط دماغه على السرير راح فين مع عميق، ومع نظراتها الحنينة ليه بتبص على الأوضة اللي ما عجبهاش اللي محطوط فيها، وما كانش مناسب ليه، عشان كده نزلت للخالة هنادي وقالت لها، بقولك يا خالة، هو مين اللي في الأوضة اللي فوق دي؟ الخالة وما خدتش بالها من سؤالها، ده سلمان يا بنتي. وبعد كده كملت بمفاجأة، يا نهار أبيض يا حور، وانت عرفتي منين إن في حد فوق؟ اوعي تكوني دخلتيها. بصراحة كده دخلتها. يا سنتنا البيضة اللي ما طلعش عليها شمس ولا قمر. ما تلاقيش، هو ما تضايقش. الخلاب مفاجأة، ما تضايقش؟ ما تضايقش ازاي يعني؟ ما رماش ولا كسر في الحاجة وطلعك برا الأوضة؟ لا ما حصلش، انا هحكي لك حصلي بالظبط. وفعلا بدأت حور تحكي لها كل حاجة، اما الخالة كانت متفاجأة من اللي حصل. معقولة يا حور عمل معاكي كده؟ اه والله يا خالة، زي ما بقولك كده بالظبط، وعشان سمع الكلام انا كمان حابه ابسطه وغير له نظام الاوضه، لانه مش عاجبني ان يقعد في اوضه بالشكل ده، مش مناسبه سنه الصغير. عاوزه اغير له الوانها واحط له فيها العاب، ممكن تساعديني؟ سكتت الددل ثواني وهي فرحانه، بس مرضتش تقول لحور عشان ما تقلقش منه،
عشان تلاقي ونيس ليها وهو كمان يلاقي ونيس ليه. فقالت لها بابتسامة: طبعا هساعدك يا بنتي، بس خلي بالك اوعى الباشا الكبير ياخد باله منك. حاضر ما تلاقيش. خدت حور الحاجة ومشت على طراطيف صوابعها، بس يا دوبك لسه هتتحرك على السلالم بتسمع صوت من وراها. استني عندك، انت رايحة فين؟ وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا أحلى اخوات. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستلزمكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوب على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدت حور الحاجة ومشت على طراطيف صوابعها، بس يا دوبك لسه هتتحرك على السلالم بتسمع صوت من وراها. استني عندك، انت رايحة فين؟ اتفاجئت من كلماته ومن وجوده قدامها، وما كانتش عارفة تقول له ايه. وهنا بتدخل الخالة هناجي للمرة التانية عشان تنقذها من اللي هي فيه. انت واقفة عندك ليه؟ مش قلتلك اطلعي بسرعة وعملي اللي قلتلك عليه؟ حاضر حاضر انا طالعة اهو. هو انت لسه واقفة؟ لا اتحرك اهو. اتحركت حور، بس وقفتها الخالة هناجي وهي بتغمز ليها بابتسامة جميلة: ما تنزليش من فوق يا حور الا لما تخلصي الحاجة كلها، مفهوم؟ حور بابتسامة: حاضر يا خالة. طلعت تجري بفرحة بعد ما خبطت على الباب ولقيته مردش، فعرفت انه نايم، فبدأت تشتغل في الأوضة بالراحة من غير ما يحس. بس ده ايه وبيصحى من النوم وبيحس بيها. هو انت بتعملي عندك ايه؟ بروق الأوضة. ومين طلب منك ان انت تعملي كده؟ محدش طلب، انا عملت كده من نفسي. انت مش شايف 3 كيلو التراب اللي ورا الشباك؟ مش مشكلة، انا متعود على ده. قصرت الكلمة فيها بس غيرت الموضوع وقالت له: قوم. اقوم اروح فين ان شاء الله؟ قوم اقعد على الكرسي عشان ارتب السرير واغير المفرش اللي عليه. مش هقوم، انا عاجبني كده. هتقوم ولا اشيلك واقعدك انا على الكرسي؟ سلمان بطفولة: اياكي تيجي جنبي ولا تقربي مني، انا هقوم لوحدي. قام لوحده وهو بيتسند لحد ما قعد على الكرسي بس ثواني وراح في النوم، فخافت عليه لحسن رقبته تتلوح، فحطت لي مخدة تحت راسه وهو نايم عشان يكون مستريح من غير ما يحس. وقعدت جنبه وهي بتبص عليه، بس كملت بنبرة مختلفة: نفسي افهم ازاي حد جميل بالشكل ده يتساب كده. انا عارفة ان انت مش سامعني، بس عاوز اقولك انا مش هسيبك، مش هسيبك لاخر العمر، وبتمنى كمان ان انت متسيبنيش وتستغنى عني في يوم من الايام. خلصت كلامها وبدأت تقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات زي مامتها الله يرحمها معلمتها من سنة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لما بتكون تعبانة، وبتفضل جنبه قاعدة لحد ما بيصحى من النوم، فبيلف وبيلاقيها في وشه، والأول مرة بيشوفها بوضوح، فبيتفاجئ وبيقع من على الكرسي. انتي عملتي لي ايه؟ وازاي شايفك كويس كده؟ انا على طول نظري ضعيف. حروب استغراب: انا ما عملتش حاجة، ممكن الدواء اللي كتبه لك الدكتور هو اللي كان السبب في شفائك. انا ما باخدش دواء لنظري، انا عندي نظارة ومش بلبسها. بقولك ايه، سيبك من النضارة، ايه رأيك في الأوضة؟ بيبص سلمان شمال ويمين، وكانت منتظرة حور منه كلمة حلوة على اللي عملته، بس فجأة لما قالها: زفت. اتصدق انت اللي ألفاظك زفت وهباب كمان؟ خليك بقى قاعد على الأرض وشوف مين هيقومك. أنا ماشية. مشت وهي شيطة لدرجة إنها هبدت الباب، وبالرغم من مفاجأته من اللي عملته مع ولي العهد إلا إنه مقدرش يداري ابتسامته. ويمر كذا يوم ما بتقدرش تطلع حور لسلمان بسبب انشغالها تحت مع الخالة هنادي. أما سلمان بيفضل مستني شوية عند الشباك وشوية عند الباب إن يشوف حتى ولو خيالها، لحد ما في يوم: معلش يا بنتي تعبتك معايا الكام يوم دولت، لأن كل اللي بيساعدوني واخدين أجازة. ولا يهمك يا خالة، تعبك راح. طب خدي يا بنتي اللقمة دي كليها
أنا عارفة إن أنتي بتحبي البرجر كويس، من مامتك الله يرحمها كانت قايلالي. الله يرحمها يا رب، تسلم إيدك، ده أنا بحبه قوي. كانت لسه هتاكله بس بتبص ناحية الباب وبتاخد الخالة هنادي بالها، فبتفهم هي بتبص على إيه. البيت صغير ما بينزلش من أوضته خالص، بس أنتي دلوقتي تقدري تطلعي له براحتك وتدخلي أوضته في أي وقت أنتي عاوزاه. هروب مفاجأة؟ إزاي؟ سلمان بيه طلبك بالاسم، ان انت الوحيده اللي تساعديه لو احتاج اي حاجه. هروب يا فرحه؟ بجد بجد يا خاله؟ ايوه بجد. كلي بقى اللي في ايدك ده الاول، وبعدين طلعي لي صينيه الاكل دي عشان يفطر. لا مفيش وقت للاكل، انا هطلعه له على طول. بس يا بنتي انت ما فطرتيش من الصبح. مش مشكله مش مشكله يا دادا. وفعلا خدت حور الحاجه وطلعت وهي فرحانه. أما سلمان كعادته بيقف كل يوم يستناها قدام الباب، فحس بحركتها من ورا الباب، فطلع بسرعة يجري على السرير وعمل نفسه زعلان. إزايك عامل إيه دلوقتي؟ كويس. أنا جايب لك الفطار، مش عاوز تاكل؟ مش عاوز. شكلك كده مش عاوزني وعاوز تقعد لوحدك. طب أنا نازلة، ولو احتجت أي حاجة بناديني. استني عندك. نعم. كنت فين الأيام اللي فاتت؟ كنت مع الخالة وما قدرتش أطلع لك عشان ما كانش في حد يساعدها. يعني عشان كده بس؟ أيوة عشان كده. يعني أنت ما كنتش بتطلعي عشان مش عاوزاني أو مش عاوزة تشوفيني؟ حروب تأثر؟ لا والله، ده أنا كان نفسي أشوفك كل يوم بس ما قدرتش، لكن خلاص مش هعمل كده تاني. وقعد يا حور. حرب فرحة لأن أول مرة ينطق اسمها. وقعد يا سلمان بيه. اسمي سلمان مش سلمان بيه. حرب ضحك. ماشي يا سمسوم. سمسوم؟ ايه سمسوم دي؟ اياك حد يسمعك بتقولي لي كده. ما تقلقش، ده سر ما بيننا احنا الاتنين. ان كان كده ماشي. ويعدي كمان كذا يوم، في خلالها صحة سلمان بقت افضل، لدرجة ان حور ساعدته انه يخرج من الاوضه بتاعته وينزل تحت وهو بيتسند عليها. وما زالت حور لسه فاكره ان سنه صغير. سمسوم الفطار اهو، يلا كل. حطت له الاكل وقعدت على الارض، فهو استغرب وقال لها انت قاعده كده ليه؟ عادي مش هينفع اقعد فوق. خبط على المكان اللي جنبه في الكنبه وقال لها تعالي اقعدي هنا. بس البيه والست هانم. بقول لك تعالي اقعدي هنا. قعدت حور عليها وهي فرحانه. الله دي مريحه قوي. هيكون عندك زيها كتير. حور بضحك. وده ازاي ان شاء الله؟ بعدين هتعرفي. خدي دي. ايه ده كمان؟ برجر. هو انت مش شايفاه؟ قصدي يعني اعمل بيه ايه؟ كليه. بس انا لسه واكله فطاري. هو انا هفضل ماسكه كده كتير؟ لو ما اكلتوش مش هفطر. وكمل بهدوء وقال وبعدين انا عارف ان انت بتحبي البرجر، ولو تقدم لك 10 هتاكليهم مره واحده عشان مفجوعه. والله ماكس في ايدك، بس لو ما حلفتش. كلو هما بيضحكوا، وبيدخل في الوقت ده شاب في 17 من عمره، وبيلاحظ سلمان ان بيبص على حور مع ابتسامة على وشه، فبيحس بحاجة في قلبه اول مرة يحس بيها، فبيقرب منه وبيدوس على رجله وبيقول له وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلو هما بيضحكوا، وبيدخل في الوقت ده شاب في 17 من عمره، وبيلاحظ سلمان ان بيبص على حور مع ابتسامة على وشه، فبيحس بحاجة في قلبه اول مرة يحس بيها، فبيقرب منه وبيدوس على رجله وبيقول له هو انت بتبص على ايه؟ وانت مالك ما يخصكش. لا يخصني طالما بتبص عليها. مش تقول كده. كويس ان انت عرفتني، ما هو اللي يخصك يخصني برضو، واحنا شباب وقريبين من بعض، مش كده برضو يا ابن عمي ولا ايه؟ حروب مفاجأة.
شباب وقريبين من بعض في السن، انا مش فاهمة حاجة. خاف سلمان يقول لحور سنه، لحسن تبعد عنه، فغير الموضوع وقال: حور يلا نطلع على قطي عشان في حاجة دخلت كتمت المكان. مشى حور وسلمان وطلعوا لقطه بعد ما قرر حاجة في نفسه بهذا الموقف اللي حصل النهاردة. اما سليم، واضح يا سلمان ان انت بتعزها قوي لدرجة ان انت طلعت بعد السنين دي كلها من قطك بعد ما كنتش بتخرج منها، فيا ترى بقى مين حور دي اللي خليتك تعمل كده؟ اكيد ميسري هعرف. ويعدي اسبوعين بيحاول فيهم سليم مع حور، بس هي بتبعد عنه، لحد ما في يوم بالليل بتخلص كل طلبات سلمان، لحد ما بينام وبتنزل هي تروح على اوضتها اللي كانت في الجاردن، بس بتتفاجأ بحد وراها. سليم بيه؟ خير؟ كل خير ان شاء الله، بتمشى شوية في الجنينة. هو ممنوع؟ لا طبعا مش ممنوع، بعد اذنك. استني، هو سلمان نام؟ ايوه نام حضرتك لو انت عاوزه. انا مش عاوزه هو، انا عاوزك انتي. عاوزني انا؟ انا مش فاهمه قصد حضرتك. قرب سليم من حور اكتر وهي اتفاجئت من ده وقال لها: سيبك من سلمان وتعالي ساعديني انا، وهديك 10 أضعاف اللي بيديهولك هنا. ها قلتي ايه؟ بعدت ايده عنها وقالت له: انت ازاي كده؟ ده ابن عمك، يعني منك المفروض تبقى اقرب واحد ليه، لان ملهوش اخوات، ده غير ان انت عارف الحكاية كلها من اولها لاخرها، فكان واجب عليك ان انت تكون احن واحد عليه. مش تعمل فيه ده. اتفاجئ سليم من كلماتها اللي حسسته قد ايه انه جواه مش كويس، وكان لسه هيعتذر على اللي عمله معاها، لا سلمان في وشه اللي كمل بكلمات اثرت فيه اكتر: هو انت بتعمل كده ليه؟ هو انا عملت لك حاجه عشان تبقى عاوز تاخد الانسانه الوحيده اللي ساعدتني؟ وانت عارف كويس ان بحالتي دي مش هقدر اقف في وشك رغم الفرق اللي ما بيني وما بينك 3 سنين. اتفاجئت حور من اللي سمعته، وما كانتش قادره تنطق بولا كلمه، وهنا بص سلمان لحور وقال لها: انا اسف، اسف يا حور ان خبيت عليكي كل الفتره دي كلها، واسف اكتر اني كنت مخبي عليكي اني هسافر بكره عشان اتعالج بره. خلي بالك على نفسك يا حور. قال كلمته وطلع يجري على اوضته. سامحيني، سامحيني يا حور، انا هسافر بكره عشانك، عشان اكون البني ادم اللي في يوم من الايام يقدر يقف جنبك ويحميكي من اي حد يجي جنبك. ويعدي شهر بعد سفر سلمان اللي ما كانش فيه اخبار عنه، وما كانتش حور تقدر تجيب سيرته بعد اللي عمله معاها، بعد ما اتعلقت بيه وما كانتش تعرف سبب اللي عمله. حور يا بنتي، مش عاوزة تاكلي لقمة؟ متشكرة يا خالة، أنا شبعانة الحمد لله. بس يا بنتي انتي ما بقيتش تاكلي حاجة خالص من ساعة اللي حصل. سكتت حور واكتفت باللي بينزل على خدها، وكملت الخالة وقالت لها: سامحيني يا بنتي، أنا السبب في اللي انتي فيه دلوقتي، بس ربنا يعلم إن خبيت عليك الحقيقة، عشان كنت فاكرة بده إني ببسطك وريحك، وما كنتش أعرف إني بتعبك أكتر لما خليتك تعلقي قلبك بشاب قريب من سنك، وقلت انتوا لسه صغيرين، بس طلع تفكيري هو اللي صغير وطلعت غلطانة، وربنا يغفر ليا اللي عملته معاكي. انا مسامحاكي يا خالة، بس كنت عاوزة اطلب منك طلب. اللي انت عاوزاه يا بنتي؟ انا كان نفسي البس الخمار لاني كبرت من زمان، وكان نفسي اخد الخطوة دي من زمان. بس كده يا بنتي؟ عيوني الاتنين ليكي. وتعدي 5 سنين بيتغير فيها حاجات كتير، لحد ما في يوم القصر كله بيكون في انتظار ولي العهد، والكل منتظر يشوف يا ترى اتعالج ولا لا، ولسه زي ما هو ولا لا. اما حور كانت واقفه بعيد وهي حاسه ان قلبها بينبض بقوه، وبتقول لنفسها: يا رب يا رب ما تخلينيش اضعف، يا رب قوني بيك وقو ضعفي، فلا حول ولا قوه لي الا بك. وثواني ودخل سلمان اللي فاجئ الكل بانبهار بهيئة جديدة لشاب قوي وسليم طول وعرض ووسيم. وقف سلمان وكان بيبص شمال ويمين لحد ما عينيه اتركزت على آخر حد واقف بعيد، وأول ما شافها استريح واتطمن واترسمت على وشه ابتسامة نورت وشه، اتحرك من مكانه ليها وقف قدامها. أما حور ما كانتش قادرة تتحرك من مكانها، بس وقفت قدامه بثبات وهي غض بصرها، وكل الابتسامة اللي كانت على وشه اتلاشت واتغيرت بنبرة مختلفة.
ازيك يا حور، انا اشتقت ليكي كتير وبتمنى ان انتي كمان تكوني اشتقتي ليا. حرب مفاجأة من كلماته. انا بعد اذنك يا سلمان بيه. وطلعت تجري من قدامه وكالعادة زي زمان وقفت ورا الخلهنادي عشان تنقذها من اللي هي فيه، وقالت له بهدوء: يا ابني حور دلوقتي كبرت وفهمت دينها كويس، ما ينفعش تقف ولا تتكلم معاك زي زمان ولا تخرج من بقها كلمة ما ترضيش ربنا عز وجل حتى لو كنت مين. سلمان بمفاجأة للخالة: حتى ولو كان الحد ده ان اكون جوزها. جوزها؟ انت بتتكلم بجد يا ابني؟ ايوه بجد، وهتعرفي كل حاجة بالليل واعملي اللي هنتفق عليه دلوقتي. خلص سلمان كلامه مع الخالة هنادي واجتمع مع بابا ومامته اللي كانت بتبصله بكل حب، وكان نفسها تاخده في حضنها بس ما كانتش تقدر تنطق بده بسبب اللي عملته معاه زمان. اتفضلوا. ايه ده؟ ده تنازل مني عن كل حاجة ملكها، حتى حقي والحاجة اللي سابها لي جدي، وحتى ان اكون ولي العهد، وده كله في مقابل ان اخد حاجة واحدة من هنا. وايه هي بقى الحاجة دي ان شاء الله اللي تسوي ده كله؟ هي الحاجة دي مش هتسوي ده كله، ولا حتى تسوي كنوز الارض، لانها اغلى من كده بكتير. وايه هي الحاجة الغالية قوي دي؟ الحاجة الغالية ديت هي حور اللي هخرج من هنا بيها كسلمان، كسلمان وبس، واتجوزها على سنة الله ورسوله. انت بتقول ايه؟ واضح كده ان دماغك طارت منك. لا انا في كامل عقلي يا والدي، ان سمحت ليا طبعا ان انا اديك بوالدي. حور عطتني اللي ما قدرتش انت وامي تدهولي، وهي السبب اللي خلتني واقف معكم دلوقتي واستأذنكم بكل هدوء، لانها علمتني من 5 سنين ان ابرر بابويا وامي مهما عملوا فيا. انا مش موافق وده مش هيحصل. انت عاوز ايه؟ الناس تتكلم علينا؟ وهنا بقى واخيرا اتكلمت الام اللي قالت له: كفاية يا قاسم، هو كل حاجة الناس كده كده هتتكلم إلا من رحمة ربي. سيب ابنك يتجوز البنت الطيبة اللي معجب بيها، ولا عاوز اللي حصل لنا يتكرر كمان معاه وتبقى نفس حكايتنا ويعيش حياتنا للمرة التانية؟ مش كفاية الحياة اللي احنا عايشينها؟ يعني ايه؟ يعني انت موافقة؟ موافقة بس بشرط. وايه هو؟ انك تاخدني بالحضن وتقولي يا أمي. حاضر يا أمي. حضن سلمان مامته وما كانوش قادرين يمسكوا نفسهم بسبب اللي بيتساقط على خدهم، وكملت وقالت لقاسم: لحد امتى يا قاسم هتستغنى عن ابنك اللي شايل اسمك، اللي هيشيلك في يوم من الايام؟ ما انش الاوان ان القلب ده يرق شويه وتعوض ليه اللي حصل زمان. اتأثر قاسم بكلماتها وما قدرش يتكلم، بس اكتفى ان يمد ليه ايده وكانه بيقول له: تعالى يا ابني في حضني. وبكده اتجمع شمل العيلة، بس لسه فاضل الفرد الجديد. وفي نفس اليوم بالليل بتاخد الخالة هنادي حور، بس بتتفاجئ انه بيقف قدامها سلمان. اتفضلوا اقعدوا. معلش انا مضطر امشي عشان الوقت اتأخر. انا مش بحب اكرر كلامي مرتين. اتفضلي اقعدي. اقعدي يا بنتي واسمعي الكلام، خلينا نشوف سلمان بيعاوز يقول ايه. في شاب انا شايفه كويس جدا وهو متقدم ليكي، وانا موافق عليه وكاتب كتابكم بكرة بإذن الله. حرب مفاجأة ما كانتش قادرة تصدق كلامه، بس اتحركت من مكانها وكانت هتمشي، ووقفها كلمات سلمان: ايه يا حور، هتمشي وتسيبيني من غير ما تقولي ولا كلمة؟ هو انت في مرة قلتي لسلمان الصغير اللي كان نايم بس كان سامع كل حاجة انك عمرك ما هتسيبيه وبتتمني ان انت كمان ما تسيبوش؟ وانا هو يا حور بقولك ان عمري ما هسيبك، لان اللي بيتمنى يكون جوزك هو أنا، فيا ترى موافقة عليا ولا لأ؟ وهنا بيدخل بابا وماما سلمان. وافق يا بنتي، احنا موافقين. ربنا يعلم يا بنتي، كنت دايما بدعيلك إن حور يكون لسلمان وسلمان يكون لحور، وهو ربنا استجاب اللي كنت بتمناه من زمان. هيا يا حور، ما سمعتش كلمتك. موافقة يا سلمان. وتاني يوم بيتكتب كتب كتاب ولي العهد سلمان على الأميرة حور، وتمر الأيام ويجيبوا أحلى عصافير صبيان وبنات، وتوتة توتة كده خلصت الحدوتة. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة أحلى أخوات. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو ما كنتوش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وتجاوبوا على السؤال: اللهم صلي
وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودخل الحارة الشعبية وقف سحسة قدام الدكان الجديد بتاعه وهو بيقول: استفتحنا واستفتح الملك لله، يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم، ارزقنا على قد نيتنا يا رب. وما كملش كلامه ولقى كسوة قدامه نهر ابيض، هو مين ابن المؤمنين اللي حدف الحاجة دي؟ معلش يا ابو حموكشة يا اخويا، ما كانش قصدي. حرم عليكم يا جدعين، مش تستنزفوا في اللي بترموه بدل الريحة اللي معلم بغير ربنا دي. ما ترموا علينا كيس بسكويت ولا كيس حلويات ولا كيس كراميلا بدل الحاجات اللي تسد النفس الصبح دي. ام بقرص بنفس صبر: ما تزعلش يا اخويا، خد دي كمان. ومسكت جردل المية وكبته عليه. ايه ده يا ست انتي؟ دي فضلة خيرك، شربة كوارع بيتة بلاها 10 أيام في التلاجة. ليك شوق في حاجة تانية يا أبو حموكشة؟ لأ خلاص، أني مبقتش أوس حاجة من الدنيا دي بعد اللي هسلي. أنا نفسي اتسدت من كل حاجة. ماشي يا أخويا بعد إذنك، لما أروح أشوف أبو بقلس. روحي يا شيخة ب60 ألف سلامة، والله يرحم جوزك مقدما. نروح بقى لبيت حبايبنا كلنا، سندس وآسر اللي كانوا عازمين صهيب وهدى، وما ننساش طبعا فرقع لوز الصغير صهيب الصغنن واخته ساره، وكمان خطيبته فريده وابن صهيب الجديد حمزه. ما كفاياك بقى يا ابني، ده انت عاشر مره العب معاك واكسبك، وانت بسم الله ما شاء الله في التوهان. يعني عامل لي فيها لعيب يا اخويا؟ ده انا هجيب لك اللي العب منك دلوقتي. صهيب بطريقه: وده مين ان شاء الله؟ ابن حبيبي وكرات عيني اليمين والشمال، صهيب الصغنن. يا ستير يا رب، لازم السيرة اللي تسد النفس دي. مالي يا عمو صهيب عشان اسد النفس؟ هو انا حتة جاتو محطوطة في التلاجة بقالها يومين ومش عاوز تاكلها؟ قصدك حتة فسيخة طبق مش بدوده؟ طبق ايه؟ قصدي بلص كبير بدوده. ومالي يا عمو صهيب، ده احلى حاجة مع حبتين بصل وليمون. حبتين وبصل وليمون؟ اقعد يا خيا وترزع بقى، عاوز تعمل دماغ وانت لسه ما طلعتش من البيضة؟ ربنا يصبرني عليك انت وابوك. وبعد ساعة: كفايات كده يا عم سهبوشة، لحسن خلص صحتك راحت في الساعة دي. بس ياض، هكسبك يعني هكسبك. ماشي اما نشوف. شيلوا الواد ده من قدامي، مش عاوز العب معاه تاني خلاص ولا اشوفه لاخر العمر. ما انا قلتلك من الاول يا عم سهبوشة، وكنت صعبان عليا ودلوقتي بقيت الله يرحمك. آسر بتصنع: روح يا ابني، رديت كرامة أبوك اللي اتبعترت على الأرض. إلهي أفرح بيك ببنت الحلال اللي أول حرف من اسمها فريدة بنت صهيب. حبيب قلبي من جوه يا بابي، يا أحلى حما في الدنيا دي كلها. ابني صهيب حبيبي، يا أحلى عريس في الدنيا دي كلها. بس انتوا الاتنين، هو تركة وهتوزعوها؟ أنا لسه حي أرزق، وبنتي حبيبتي بالذات انت يا ابن آسر لسه مرفوض بالتلاتة. وانا زي ما قلتلك قبل كده عمو سهبوشة، انا هتجوزها بالتلاتة وهثبت لك في يوم من الايام يا عمو، وهفوز عليك زي ما فزت عليك النهاردة. كان لسه صهيبة يرد عليه، وهنا بقى اخيرا دخلت سندس ووقفت اللي كان بيعملوه. كفاية بقى، حرام عليكم انتوا الاتنين، هو ما فيش عزومة الا واكون شايلة همها بسببكم انتوا الاتنين. هو اللي بدأ يا ماما. لا يا حبيبتي يا اختي، ده الواد ده هو اللي بدأ، وهو اللي مستقصدني كل مرة. خلاص مش عاوز اسمع حاجة تانية، وبطل حوار القطط الأليفة ده عشان مش هتقدر تستعطفوني. يلا صهيب روح مع أسر وانزل صلي العصر في المسجد عشان تطلع ونتغدى مع بعض على طول بإذن الله. وانت يا حبيب والديك روح بسرعة انت واختك وولاد عمك وصلوا العصر في قطكم. حاضر يا ماما، عشان تعرفي بس ان انا بسمع الكلام مش زي ناس. بصله صهيب بغيظ، اما الصغنن طلع له لسانه وطلع يجري. اه يا ابن ال ملك يا صهيب تاني، ما شفتش عمل ايه؟ عمل لك ايه؟ طلع لسانه وطلع يجري. سندس بضحك:
يا ابني انت هتفضل لحد امتى كده دماغك من دماغه؟ مش عارف ابنك ده بالذات مش نازل لي من الزور عشان شبه ابوه. بتجف سيرتي ليه يا اخوي؟ هو انا عملت لك حاجه؟ بدل ما انت قاعد قعده خالتي ام احمد اللي بتبيع جبنه على اخر الشارع. حرام عليكم انتوا الاثنين، هلاقيها منك ولا من ابنك؟ انا استسلمت خلاص منكم انتوا الاثنين، يلا نصلي احسن. نزل صهيب واسر للصلاه، وقعدت هدى مع سندس وقالت لها: ايه اخبار ورد القران بتاعك يا هدى؟ هو الصراحه مش زي الاول خالص، بسبب ان انا مشغوله جدا بالولاد الفتره ديت، بس بحاول ما يعديش يوم الا واقرا حتى لو صفحه من القران، لان بجد ما تصورش يومه من غيره. مش مشكله يا هدى، ادومها وان كل، فقليل دائم خير من كثير منقطع. ما انا فعلا بحاول اذكر نفسي بالنقطه دي زي ما قالت لي معلمتي، وان شاء الله حتى لو نص صفحه بس اهم شيء ما وقفش. وانا كمان سمعت معلمتي بتقول عن عباده من اسهل وايسر العبادات، وممكن نعملها واحنا قاعدين واحنا واقفين واحنا ماشيين، او حتى واحنا كمان نايمين على السرير، ومش هتحتاج لصلاه ولا حتى وضوء. شوقتيني. ايه هي عباده الذكر؟ يا سندس، تعرف اني مقصره جدا في العباده ديت رغم ان ما بتاخدش وقت خالص. ايوه فعلا هي ما بتاخدش وقت، وممكن كمان تعملي جدول من الورد ده بالاذكار والدومي عليها، وممكن كمان وانت ماشيه في الشارع او بتعملي حاجه في المطبخ، يعني ايسر بكده من جد ما فيش، الى جانب انها مش بتاخد مجهود خالص. بس النقطه الوحيده بجد محتاجين ندعي ربنا عز وجل ان يذكرنا بيها، لان التذكير بيها ده توفيق من عند ربنا عز وجل. ونعم بالله يا حبيبتي. طب ما تذكريني كده بشويه من الاذكار وثوابها. اوي اوي يا هدى، في لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه، واللي يقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات بيغفر ليه، واللي بيصلي على النبي مره واحده ربنا بيصلي عليه 10، واللي بيسبح 100 مرة بتتكتب له 1000 حسنة وبيغفر لـ1000، واللي بيقول سبحان الله العظيم وبحمده يغرس ليه نخلة في الجنة، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقبل كده سمعت قصة من المعلمة بتاعتي عن راجل كبير في السن اسمه عم بلال، ولا بيعرف يقرأ ولا يكتب. وفي يوم من الأيام دخل المسجد ولقى الشيخ في المسجد بيتكلم عن فضل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بدأ الشيخ يتكلم ويستفيد عن فضل الحديث ده لحد ما عم بلال حفظه وهو قاعد في المسجد، وأول ما خرج منه بدأ ينادي الناس ويحفظهم الحديث، وراح لزوجته وأولاده وبدأ كمان يحفظه. قعد فترة طويلة ما كانش حافظ غير الحديث ده، وبقى يبلغ الناس بيه ويقول لهم على فضله، لحد ما في يوم من الأيام عم بلال تعب وقعد في المستشفى كام يوم وهو مش بيتحرك ومغمض عينيته للفترة دي كلها. عدى أسبوع واتنين وكان بيشرف عليه دكتور مش مسلم، وفي يوم من الأيام فاق عم بلال، بس لما نطق ما قالش فين أولادي، ما قالش فين زوجتي، ما قالش أنا فين، لأ قال للدكتور اللي قدامه: تعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وغمض عينيه، ودي كانت آخر مرة يتكلم فيها عم بلال، وده كان حسن ختام. بقى الدكتور متفاجئ من عم بلال، فما كانش مصدق ان راجل كبير في السن ده يقوم بعد الفترة دي كلها عشان يقول حديث ويروح للقاء ربه. فعشان كده الدكتور قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا سندس، شجعتيني قوي بصراحة النهاردة، وان شاء الله اول ما اروح البيت هعمل الجدول وهداوم عليه باذن الله. ربنا يثبتنا يا حبيبتي وإياك إن شاء الله. أمين يا رب يا أختي يا حبيبتي يا رفيق الدرب. نروح بقى عند سحس في المحل اللي كان داخل المخزن، وفجأة بيلاقي حركة ورا الصناديق. سلام قولا من رب الرحيم، انصرف انصرف تاني يا بابا،
هو انت دخلت امتى يا واد؟ ما انت كنت قايل لي انام هنا من بدري من ساعة ما جيت من المدرسة. هو انت نسيت؟ وبعدين انت مش واقف على اعصابك كده ليه؟ مين ده يا واد اللي مش واقف على اعصابه؟ ده انا تريزان. انت المهم اوي زي ما اني دلوقتي. انا مش عاوز حاجة يا بابا، انت اللي كنت عاوزني وقايل لي عدي عليك بعد المدرسة. هو انت فقدت الذاكرة ولا ايه وانت لسه في عز شبابك؟ ما هو اللي يقعد معاكم مش يفقد الذاكرة، ده يفقد نفسه شخصيا. وانا مالي يا بسحس؟ هو انا عملت حاجة انتوا تخلفونا وتتعبونا معاكم ولا ايه؟ امشي يلا نجري من قدامي، مش عاوز اشوف وشك تاني. وعند صهيب الظهن بعد ما خلصوا صلاة، هي بنتي يا فريدة، ايه رأيك فيا لما كسبت باباكي؟ كنتي فرحانة؟ لا ما كنتش فرحانة، وما اسميش بنتي يا فريدة، اما اسمك ايه؟ بنتي يا سعاد؟ ما اسميش بنت، اسمي فريدة. لا هو بنتي يا فريدة، كده عجبني اسم خطيبتي. انا مش عجبني، وانا مش خطيبتك. لا خطيبتي. لا مش خطيبتك. لا خطيبتي. خطيبتي انا خطيبتي، قلتلك لا مش خطيبتك. وهكذا بيفضل صهيب الصغنن وفريدة نار ونقير لحد ما بيكبروا هما الاتنين، وده بقى ان شاء الله اللي هنعرفه المرة الجاية هيحصل ايه. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك، ولما كنتش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا، وكمان مستنيين تعليقاتكم الجميلة ورأيكم في القصة. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتعدي سنين ويكبر صهيب اللي كان نسخة من باباه، وتكبر كمان فريدة لكن بتكون مختلفة عن باباها، بس بيتفقوا هما الاتنين ان هما بيكونوا في كلية واحدة وهي كلية الطب. يا صهيب اليوم كان طويل قوي يا راجل، والمحاضرة دي ساعتين بس تحس كأنها سنتين. خلاص اهم شيء ان احنا خلصنا ومروحين. يا ابني ده انت مقضيها نوم طول المحاضرة، وانا اللي بكتب وبسجل واروح ابيضها في البيت وارجع اديها لك تاني عالجاهز، ده انت تسقط خالص. ما انت اللهم بارك الدحيح بتاع الدفعة كلها، وما نقدرش نستغنى عن خدماتك. لا يا اخويا استغنى شوية عشان خلاص بقيت تقيل عليا. هو مين يا عم اللي تقيل ده؟ ده انا وزني 70 كيلو، يعني حجم طفل صغطط مقطط كده، وربنا اصدق دماغ طفل صغنطط. الله المستعان. ما علينا، يلا بينا نصلي العصر في المسجد بتاع الكلية وبعد كده نروح. اوكيشن وماله يا اخويا، بس هتصلي بيا يا جماعة؟ ماشي يا اخويا انت كمان، ما انت مش عاوز تتعب شوية وتصلي بيا حتى؟ اصلي بحب صوتك قوي في قراءة القرآن يا صهيب. لا واضح كده ان انت عايش في التوهان. هو انت مش عارف ان صلاة العصر ما ينفعش يتقرأ فيها القرآن جهرا، يعني بصوت واضح وزيها الظهر، بعكس الفجر والمغرب والعشاء اللي بيتقرأ فيها بصوت واضح. خلاص يا عم بلاش إحراج، هو أنت قفشني كده على طول؟ ماشي يلا بينا يا حبيب والديك. كان لسه يتحركوا بس وقف صهيب لما لقى فريدة، وسرعان ما غض بصره وأخد باله من ده صاحبه. هو لسه برضو الموضوع واقف يا صهيب؟ آه لسه يا صاحبي، كل ما تقدم لها ترفضني ومش عارف إيه السبب. بص وراك كده صهيب وهتعرف ايه السبب. بص صهيب وراه واتفاجئ مفاجأة عمره كله لما لقى فريدة واقفة مع واحد وبتضحك معاه، بس لما شاف المنظر ده ما قدرش يقف مكانه واتحرك عندها وقال لها: فريدة مين الشاب ده اللي انت واقفة معاه؟ لو عم صهيب عرف مش هيحصل طيب. مالكش دعوة يا صهيب بيا، وما تتدخلش في اللي مالكش فيه. لا ليا يا فريدة. لا مالكش يا صهيب، وكل واحد يقف عند حدوده، وانت ابن عمي وبس مش اكتر ولا اقل. حتى لو انا ابن عمك يا فريدة دلوقتي، بكرة باذن الله مصري هكون خطيبك. عمرك ما هتكون خطيبة يا صهيب، لان مش بقبلك ولا حتى اقبل ان انت تكون زي اخويا.
وعاوزاك تنسى فريدة دي وما تفكرش فيها أبدا خالص، لأن فريدة بقت لغيرك. يعني إيه يا فريدة؟ يعني عرفك على خطيبي زين السباعي، ابن رجل الأعمال المشهور أحمد السباعي. اتفاجأ ومعرفش يتحرك من مكانه، بس اتماسك واتشجع وقال لها: خطيبك ألف ألف مبروك يا فريدة، ربنا يهنيكم. مشيت من قدامه. أما صاحبه معاذ قرب منه وقال له: اهدى يا صهيب، خلاص كل شيء اسمه نصيب، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لعله خير يا صاحبي، فعلا لعله خير، بس ده اللي جنته بإيدي، لأن اتبعت هوايا من الأول وعملت اللي ما يرضيش ربنا عز وجل، فلازم نهاية الأمر ده تكون كمان مش هترضيني. بجد ربنا يغفر ليا تقصيري. وبعد ساعتين ما تعرفش يا أسر صهيب ماله، من ساعة ما جه وهو قافل على نفسه الأوضة ومش راضي يطلع يتغدى، وهو كان رايح الكلية من غير فطار. مش عارف يا سندس، بس حاسس كده الأمر ليه علاقة بفريدة بنت أخويا. ما أنا قلت كده برضه، أكيد هو عارف إنها اتخطبت. ما أنا قلتلك يا سندس لازم تعرفيه، أنت قلتيلي لأ بلاش عشان قلبه، أعرف من بره وده اللي كنت خايف منه. قدر الله ما شاء فعل. تعالى بس ندخل الأول ونشوف ماله ونهديه. افتح يا حبيبي، عاوزة أنا وبابا نتكلم معاك شوية. معلش يا أمي سامحيني، مش عاوزة أتكلم في حاجة دلوقتي. عشان خاطري يا حبيبي لو بتحب ماما وبابا خليني أدخل أطمن عليه. دخلت سندس وآسر، إلا أول ما شافت ابنها خدته في حضنها. وأما صهيب الصغير ما قدرش يمسك نفسه ولا إلا بيتساقط على خده. فريدة اتخطبت يا أمي، اتخطبت خلاص. ضميني ضميني جامد قوي عشان تعبان خالص. حاسة بيك يا قلب ماما، سامحني يا ابني، أنا السبب لأن أنا كنت عارفة ومرضتش أقولك. صهيب يا حبيبي أنا عارف كويس إن أنت تعرف ربنا عز وجل، لأن مربيك على إيدي دولت، وقد إيه تعبت في تربيتك أنت وأختك سارة، وظني في الله إن أنت هترجع أقوى من الأول، لأنه سبحان عمره ما هيضيعك طالما رميت حمولك عليه. نعم المولى ونعم النصير، وده ظني فيه برضه. قعدوا يتكلموا معاه لحد ما غيروا الجو اللي هو فيه، وتحول الحال لطمأنينة وسكينة وراحت بال. نروح بقى لبيت صهيب اللي كان عمال يروح ويجي في الشقة ومش واقف على بعضه. ما تقعد بقى يا صهيب، جبتلي حوار رباعي. مش قاعد مش قاعد يا هدى، بنتك فين لغاية دلوقتي ومتأخرة ليه كده؟ هي مش مفروض محاضرتها بتخلص مع صهيب وترجع من ساعتين؟ ما هو ايه؟ تقريبا خطيبها راح لها الكلية لزورها. إلهي يزور المعمورة عن قريب يا شيخ، أنا الواد ده ما كنتش عاوزه من الأول، ماله صهيب حبيب قلب عمه وننوس عينيه. إحنا هنضحك على بعض يا صهيب، فلتت منك الشويتين دولت بصراحة، لأن هو صغير كنت عاملين مع بعض زي رايا وسكينة. بقى أنا وابن أخويا الغلبان ده رايا وسكينة يا هدى؟ ماشي ماشي يا هدى، حسابها معايا لما تيجي. ما كملش كلامه ولا الباب بيتفتح. أهلا أهلا يا ست هانم، كنت فين لغاية دلوقتي؟ أنا كنت انطقي. كنت مع زين. أنا مش قلت مفيش خروجات لوحدكم، ولا عاوز يجي يقعد يجي هنا في البيت وقدامي، حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا بابا. طب عملت عكس كده ليه؟ أصل جالي الجامعة وقال لي تعالي عزمك، وأنا اتحركت أقول له لأ. لا مؤدبة وأصيلة بقى تسمعي كلام اللي يعتبر أجنبي عنك، لأن لسه ما بقاش جوزك، وما تسمعيش كلام أبوك اللي مربيكي هيعرف تربي. خلاص بقى يا صهيب، هي مش هتعمل كده تاني صح يا فريدة ولا لأ؟ سكتت فريدة لأنها وعدت زين إنها تقابله كمان أسبوع. ردي يا بنتي ردي عشان ما تكبرش الموضوع مع باباكي. فريدة بعدم صدق: أيوة بابا، مش هقابله خلاص تاني بره البيت. ويعدي الأسبوع وفعلا بتخرج فريدة مع زين لكافيه جنب الكلية، بس المرة ديت بتعمل حاجة أكبر، شجعها على زين إنها تخلع حجابها، لأن قال لها: أنتي مش حلوة فيه. وفي نفس الكافيه ده كان واقف صهيب ومعاذ بيشتروا مشروبات. خلاص أنا بجد مصدق ومحتاج كوباية قهوة مظبوط
تفوقني على الصبح. قهوة ايه يا عم انت بس اللي تشربه على الريق؟ ماله الشاي بحليب وينسون بالنعناع وواحد قرفة وجنزبيل وواحد كمون حصى، حاجات كده اعشاب طبيعية زي الفل. صهيب بضحك مش عارف ليه حاسس انه واقف قدام جدي مش قدام واحد في العشرينات من عمره. ما هنا تقريبا يا ابني من ساعة ما دخلت الكلية ديت وانا شعري بيض وبقيت جد من غير حتى ما اتجوز ولا يكون عندي احفاد. حتى ظن كده كل اللي حوالينا بقوا نفس الامر. فين يا ابني بس دول اللي كبروا؟ ما هو زي الفل. هو ما كملش كلامه ولا المفاجأة اللي كانت قدامه. ايه ده؟ مش بنت عمك دي يا صهيب؟ هي عاملة في نفسها كده ليه؟ أغض بصرك من فضلك يا معز، أنا مش ولي أمرها وأكيد عم صهيبي مش عارف الأمر ده، وإلا ما كانش ينزلها بالشكل ده من البيت. طب هتسكت؟ هبلغ أمي وهي تبلغ أخوها بإذن الله. وعلى ترابيزة فريدة وزين؟ مش قلتلك كده أحلى من غير حجاب؟ لا أنا مش مبسوطة خالص يا زين، حاسة كأني في حاجة ناقصاني، وحاسة كده أني مش مطمنة مش عارفة ليه. على إيه يعني؟ على حتة قماشة كانت بتتحط فوق راسك؟ اه هي حتة قماشة، بس بابا علمني ان ده ستر واقف، ودلوقتي فعلا حاسة اني مش مستورة. بعد اذنك اروح البس حجابي تاني زي ما قلعته. اقعدي اقعدي هنا وما تتحركيش من مكانك، وتكسفين انك هتلبسيه. انت ايه اللي بتقوله ده يا زين؟ المفروض لو بتخاف عليا تخليني اطول حجابي اكتر والبس لبس اوسع، مش تشجعني على عكس ده. ايه التأخر اللي انتوا فيه كلكم ده؟ ما اسمحلكش تقول على اهلي كده. ده مش تأخر، ده رضا ربنا عز وجل اللي علمه لي ابويا وامي، بس انا عملت عكس ده. بس ربنا يعلم اني ندمان اني اتأخرت شوية، واللي متأكدة منه اني خلاص مش عاوزة اكون معاك تاني يا زين. بعد اذنك. كانت لسه هتقوم، لقيت اللي مسك فيها وقال لها اقعدي حالا. مزين السباعة واللي يترفض هو دخول الحمام زي خروجه. سيبني يا زين. لا مش سايبك يا فريدة. شاف صهيب بالمنظر ده هو ما كانش قادر يستحمل، عشان كده كان في ثواني قدامهم. الظاهر كده ان مفيش حد علمك ازاي تتعامل مع النساء، لان انت ما تعرفش الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال رفقا بالقوارير. خلص كلام معاه وقلع الشميز بتاعه وحذفه الفريدة وقال لها وانتي تفضلي استوري نفسك. بجد حقيقة أنا مش عاوزة أفتكر إن ليا بنت عم تاني زيك. خرج من الكافيه وهو مش فايق لنفسه، وكان لسه هيعدي الطريق. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا أحلى أخوات. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وإن شاء الله هنرد عليها. ما تنسوش بقى لو أنتم مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا، وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلص كلام معاه وقلع الشميز بتاعه وحذفه الفريدة وقال لها وانتي تفضلي استوري نفسك. بجد حقيقة أنا مش عاوزة أفتكر إن ليا بنت عم تاني زيك. خرج من الكافيه وهو مش فايق لنفسه، وكان لسه هيعدي الطريق. وبعد ساعة هو للأسف الجزء السفلي ما بقاش يتحرك، بس احتمال كبير جدا مع العلاج الطبيعي يرجع زي الأول، بس في حدود قد إيه ده ما نعرفوش، واللي ما نعرفوش أكتر تأثير الخبطة اللي جت في دماغه هتكون نتيجتها إيه. اتفاجئوا كلهم وما كانوش عارفين يتحركوا من مكانهم، بس لسانهم نطق من اللي جوه قلبهم إنا لله وإنا إليه راجعون. سامحيني يا عمة سنتس، سامحني يا عم هيسر، أنا السبب في اللي بيحصل دلوقتي لصهيب، من فضلكم سامحوني. بس يا بنتي كل شيء قضاء وقدر ومكتوب، لعله خير وأملنا في ربنا كبير. يا رب يا رب صبر قلبنا على ابننا يا رب الوحيد يا رب. وبعد شوية فاق صهيب ودخلوا لي، بس فاجئهم بردة فعله. ازيك يا أمي؟ ازيك يا بابا؟ ازيك يا عمي صهيب؟
ازيك يا خاله هدى؟ هو انتوا ليه عاملين في نفسكم كده وزعلانين عليا؟ اذا كان انا مش زعلان على نفسي وراضي بقضاء ربنا عز وجل وقدره، والغريب اني حاسس بحلاوه في المحنه اللي انا فيها رغم اني متاكد انها مش هتدوم، واللي مصبرني وجودكم جنبي، وده احلى هديه من رب البريه. الله يثبتك يا ابني يا حبيبي، الله يهوي ايمانك يا ضنايا يا رب. وانا واثق يا ابني ان انت هتقوم بالسلامه قريب عشان نرجع ننكش في بعض زي الاول. لا خليني كده احسن، مفيش فايده فيك يا ابني سندس، حتى وانت تعبان دمك خفيف. قربت منه فريده وقالت له انت ناديت عليهم كلهم باسمهم الا انا، اكيد ده عشان انت زعلان مني ومش مسامحني، صح كده؟ صهيبه بمفاجاه للجميع. معلش انا معرفكيش، دي اول مره اشوفك فيها. انت بتهزر بتهزر يا صهيبه صح؟ لا انا فعلا ما بكدبش، دي اول مره اشوفك فيها. هو حضرتك مين؟ سكتت لثواني وقالت له اللي فاجئهم كلهم بما فيهم صهيب، انا خطبتك من وانت صغير يا صهيب. معقوله تنسى فريد اللي ما كانش بيعدي مناسبه ولا عزومه الا وتشد معايا وتقول لي انت خطيبتي؟ يعني خطيبتي؟ من فضلك من فضلك افتكر وارجع اقول لي كده تاني، لان فعلا مش هتمنى اكون خطيبه حد تاني غيرك انت يا صهيب. صهيب السندس، فعلا انا كنت بعمل كده يا امي. ايوه يا ابني فعلا كنت بتعمل كده. كمل كلامه الفريده وقال لها معلش انا اسف بجد، بس مش فاكرك وبتمنى تسامحيني. مسامحك مسامحك يا صهيب. وكملت لنفسها وقالت انا اللي بتمنى تسامحني في اللي عملته فيك، لو رجعت لك ذاكرتك وافتكرتني في يوم من الايام. قطع كلامها مع نفسها باباها اللي كان بيقول لها بجديه كفايه فريده، كفايه كلام، سيبي صهيب دلوقتي عشان تعبان. خرجوا كلهم والدكتور قال لهم هو الحمد لله احنا حاليا عارفين عنده ايه بالظبط، وجلسات العلاج الطبيعي ممكن يبدا فيها من بكره باذن الله، وكل ما بدانا بدري كل ما هيكون افضل. وطبعا الجلسات ديت ممكن ياخدها هنا في المستشفى، وممكن الدكتور يروح لحد عندكم مخصوص، بس مش هضحك عليكم الامر ده ممكن يحتاج ماديات كتيره. مش مشكله يا دكتور، اي حاجه بس ابني يقوم بالسلامه باذن الله. كان لسه الدكتور هيمشي بس وقفته فريده وقالت له من فضلك يا دكتور انا نفسي افهم حاجه، ليه هو فاكرهم كلهم الا انا؟ سكت الدكتور وقال لها مش هضحك عليك يا بنتي، اللي حصل له ده حاله نادره جدا، بس في الغالب لان حصل معاه موقف معين معاكي خلاه يتمنى ينساكي. اتفاجأت فريدة وافتكرت كلمته ليها قبل ما يطلع من الكافيه انه بيتمنى انه ينسى ان ليه بنت عم زيها. مشى الدكتور وقعدوا كلهم في انتظار الزيارة التانية لصهيب، بس قربت فريدة من باباها وقالت له حقك عليا يا ابويا، انا استاهل انك تكون زعلان مني لاني مش بنت بره بيك وعملت حاجات ما ترضيش ربنا عز وجل. وفي الاخر اللي وقع فيها صهيب، بس وقعت ودي تعبتني اضعاف مضاعفه لو كانت حصلت لي انا، عشان كده ابوس ايديك ابوس ايديك انك توافق اني اتجوز صهيب واساعده في علاجه، لان دلوقتي هيحتاج علاج طبيعي وانا دكتوره تحت التدريب، لان عمري ما هيسمح ليا ان اقرب منه وانا مش من محارمه. انا عارفه انت مش راضي ترد عليا عشان زعلان مني، وعشان خايف لما ترجع لي ذاكرته انه يرفضني كزوجه ليه، وانا مستعده مستعده حتى لو حصل ده لا قدر الله. وفعلا بتفتح سندس واسر الموضوع مع صهيب اللي بيرحب بالامر وبيتكتب الكتاب. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وبيرجع صهيب البيت وبتتولى عليكو فريده لحد ما عدى شهر بحاله. الحمد لله رب العالمين، انا ملاحظه ان رجلك بدات يبقى فيها استجابه احسن من الاول بكتير. الحمد لله، انا بجد نفسي انزل تاني المسجد واقابل صحابي، وحاسس ان اللي هيساعدني على ده انت يا فريده. متشكر قوي ليك على وقفتك معايا، انت فعلا نعم الزوجه الصالحه. كانت بتسمع كلامه وهي فرحانه لحد ما قال جملته الاخيره ويا ترى يا صهيب لما ترجع ذاكرتك ليك هتشوفني الزوجة الصالحة ديت ولا لا؟ بس ما اعتقدش. ويعدي شهر كمان وعند صهيب اللي كان بيسجد وهو فرحان. الحمد لله يا رب الحمد لله،
ده لو فريدة عرفت وكلهم عرفوا هيكونوا طايرين من الفرحة. بس بلاش أقول لها دلوقتي، هخليها لها مفاجأة. ها مستعد ننزل دلوقتي؟ طبعا يا بنتي، ده أنا مشتاق أشوف الشارع، بقالي شهرين بحاله وما خرجتش من البيت. من عينيا، بس تحب نروح فين؟ طبعا المكان اللي مقدرش أستغنى عنه ومعرفش أصلا غيره هو كافيل كلية. اتفاجئت فريدة من طلبه وقالت له بسرعة، لا بلاش يا صايب، عشان خاطري بلاش. ايه يا بنتي مالك، كأنك عاملة كده، ليه مش عاوزانا نروح هناك؟ عاملة ايه بس يا صهيب؟ حاضر حاضر هوديك هناك. خرجت فريدة وهي بتقول لنفسها، اكيد زين مش هناك، اللي هيجيبه اصلا جوه الكلية وهو مش بيدرس فيها، واكيد بعد اللي حصل شلني من دماغه. يا رب يا رب انت عالم اني اتغيرت، اتوسل اليك وقف معايا ودبر لي امري فاني لا احسن التدبير. وبعد ساعة بيوصل فريدة وصهيب الكافيه، وكانت داخلة بتبص شمال ويمين وتأكدت انه مش موجود. ها تطلب ايه يا صهيب؟ انا نفسي في كوباية قهوة شوب مضاعف، بقالي شهرين وانا ما شربتهاش، ونفسي عدل دماغي يا شيخة. فريدة بضحك، خلاص يا عم فهمت، كل ده عشان كوباية قهوة؟ اه ما انت لازم تقولي كده، مش كفاية القهوة اللي تسد النفس اللي بتعملها لي كل يوم؟ ليه ان شاء الله يا استاذ صهيب؟ ليه ايه بس يا بنتي، دي ما فيهاش وش وشيطة، ويا اما قهوة سكر زيادة، قصدي سكر بالقهوة، يا اما تنسي تحطي سكر وتحطي له مكانه ملح. كفاياك كفاياكي، بقيت معمل مختبرات. معلش بقى، اصلي بتعلم فيك. وانا يا بنتي بطني باظت من شوية، عليه العوض ومنه العوض. ضحكت فريدة عليه وقالت له، اما روح بقى ودي النسكافيه والقهوه على الترابيزه وبعدين ارجع اجيبك. وهو كذلك. راحت فريده عشان توصل الحاجه بس غابت شويه، فبيبص صهيب لورا اتفاجئ من اللي بيحصل قدامه. اهلا اهلا يا ست هانم، عاش من شافك. والله ده انا عرفت ان انت اتجوزتي، وتتجوزي من مين؟ من ده وتسيبيني انا ابن الاكابر؟ لا، وجالك قلب كمان تتجوزيه وما يعرفش انك السبب في اللي هو فيه؟ ومع الكلمة الأخيرة ديت اللي رنت في ودانه افتكر صهيب كل حاجة، كأنه شريط حصل قدامه. بس كانت ردة فعله انه ما قدرش يستحمل اللي عملته فيه وخرج بره الكافيه. كانت شايفة وهو بيخرج ومكتفية باللي بينزل على خدها، اما زين كان فرحان فيها بس ما كملتش الفرحة ديت، لانه هو معقول ممكن تفتكر ان ممكن اسيب مراتي لواحد زيك، حتى لو عملت فيا ايه واكتر كمان؟ دي حب حياتي من وانا صغير، وكنت بتمناه من زمان. انت بتتكلم بجد يا صهيب؟ انا مش مصدقه اللي انت بتقوله، ومش مصدقه اللي انت واقف قدامي. انا حبيت بس افاجئك عشان تعرفي غلاوتك عندي. دي احلى مفاجاه، بس اكيد افتكرت اللي عملته فيك. ايوه افتكرت كويس، بس مش هنسى اللي عملتيه معايا في الشهرين عشان تعوضي. ويعدي اسبوع بعد ما الكل بيفرح بسلامة صهيب، وحب يعملوا ليهم فرح عائلي من اول وجديد. وفي وسط الفرح، الله يا سارة شكلهم صغنن وكيوت قوي، بجد نفسي احنا كمان نعمل فرح زيهم. فرح مين يا واد يا حمزة؟ انت اترزع انت كمان، وانت لسه ما طلعتش من البيضة. لا انا كبير وهتكوني خطيبتي كمان. لا انا مش خطيبتك. لا خطيبتي، وكلهم عارفين كده. بقولك لا مش خطيبتك. وهكذا جيل بيسلم جيل جوه عيلة آسر وسندس الحلوين. وهنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة يا احلى اخوات، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو عجبتكم قصتنا بنستأذنكم تضغطوا لايك وتقولولنا رأيكم في التعليقات، وان شاء الله هنرد عليها. ما تنسوش بقى لو انتم مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتنورونا، وتصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تاخدوا حسنات، وتجاوبوا على السؤال. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.